وفي تصريحات صحفية على هامش المنتدى، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني أن استضافة الأردن للمنتدى الاقتصادي العالمي ترسخ وتؤكد الاحترام والاهتمام والاستقرار الذي يحظى به الأردن. عندما يحضر هذا العدد الكبير ما يزيد عن 1000 شخصية دولية تزور الأردن، عندما يأتي هذا العدد من الشخصيات الدولية وتتحدث عن التحديات السياسية وتتحدث عن الفرص الاقتصادية وتتحدث عن مختلف أطر التعاون بين القطاع العام والخاص، هنا يبدأ النقاش الصحيح والنقاش الوازن والعقلاني من أجل أن تترجم هذه النقاشات لسياسات مختلفة، من أجل أن نؤثر بالقرار العالمي كيف ينظر لهذه المنطقة، وأن نقنع العالم أن الاستثمار في هذه المنطقة هو استثمار في المكان الصحيح إن شاء الله.